هاك باش باسين ياك باش نتزوج واحدة جزائرية ان شاء الله. هاي اون بلانير باش نتزوج واحدة جزائرية. انت متزوج تونسية؟ وي متزوج واحدة جزائرية وباش نقد اوراق جزائرية وباش نتزوج واحدة جزائرية ان شاء الله. بالاضافة للتونسية؟ اضافة للتونسية، باسبور تونسي خذيت به تونسية، باسبور جزائري ناخذ به تونسية. اي ام شور بحول الله باش ناخذها الجزائرية هذه. كان سهل ربي. سي اخترتها؟ وما نخافش. اخترتها سي؟ اي هاو قدام مرتي. فهمتي مرتي سهام. تغش عليك. ما تغشش تعرفني كوريكت معها ونحكي كالحق. لازم توافق بينهم الزوج. ربي سبحانه هو اللي ييسر هذا. هي لما حرقت لي برا خوذها. هاي انت اليوم حبيت تعلن زواجك وتعترف انك مش تعترف على اساس تحب تعترف. انت تو دخلتني في التران والحمد لله الواحد يقول كالحق وما يخاف كان من ربي. باش ناخذ وحده جزائريه نحبها عندي 17 سنه وحبيتها من اول نظره وما حبيتش نخدعها وهي تشوف فيا هي ونحبها نحبها نحبها. كيفاش تعرفت عليها؟ اذا كان نقول كيفاش تعرفت عليها نولوا نديكلاريها للناس الكل خليها بيني بينها هي تشوف لي وانا نشوف لها. نحبك نحبك نحبك. التونسيه كيفاش؟ التونسيه هذيك بنت عمي وعرفتني نحبها. في بالها؟ اما لا شنو؟ لي في بالها في بالها في بالها في بالها وقالت لي هي هاي تو قدامك قالت لي برا خوتها اذا كان ناخذها لك انا بجودي. حاجه واحد ينجم يستغرب هي تنجم تكون الحكايه بيزار اما الحكايه بيزار تجي مع واحد بيزار والبيزار ماهوش ديما. عندك ولاد منها تونسيه؟ تونسيه عندي ديسم وعندي خديجه وقالت لي ما عادش باش نجيب لك الصغار قلت لها تو نجيبها من الجزيريه. هاي شحب اكثر منك تو هاي الجزيريه نحبك هاي. ولا الجزيريه في بالها اللي انت مع زوج تونسي؟ ما لا شنو اصحاب مع بعضهم هم اصحاب. اي مرتي والجزيريه من غير ما تسال مرتي والجزيريه اصحاب ويحبوا بعضهم الزوج. هذه تجي حاله في الالف حاله في المئة الف ومتفاهمين فمش مشاكل. متفاهمين ما ثمش مشاكل لان الواحد يكون صادق ويكون راجل هذاك علاش يكون الصدق هو اللي يوصل. الوضوح والصدق. الوضح الوضوح والصدق. وقتاش العرس بالجزيريه؟ اي ما تبصيناش برك مشيت معاك باهي معناها نذكر شنو انا قاني قلت لك تونسي عندي باسبور تونسي باش ناخذ خضيته التونسيه عندي منها زوج صغار ولد اسمه ديسم والبنيه اسمها خديجه على اسم الوالده ونحضر في اوراق الجزيريه اللي على خاطر جدتي الجزيريه من غادي باش ناخذ باسبور الجزيري بنيه جزيريه نحبها من قبل حتى مرتي هذه ونحبك اللي تسمع فيا تو. الإقامة وين بشكون؟ الإقامة بشكون في تونس ولا في الجزائر كيف كيف؟ الاستقرار الاستقرار. الاستقرار في تونس. في تونس ما ثماش مشكل. وباش تجيبها معاك مرتك لتونس لهنا تعرفها بعائلتك؟ مرتي هذه الجزائرية هي اشترها جزائري واشترها تونسي. كيف كنت؟ اي كيف كيف انا؟ انت قلت اللي تعدد زوجات القانون هذا ربما التونسي ما ينجحش معاه. أكثرية مش الأكثرية 100% ما ينجحش معاه لأن التونسي ميل لتخدم المخ وقتاش أنت تنجم تنجح في الموضوع هذا إذا كان ترتقي مرضاة الله مرضاة الله تولي بحول الله تنجح. أما إذا كانت تشوف للدنيا وتشوف تخمام معناها باش تحاول تاخذ أكثر نساء وتبدل هذه ولا أمور حاشا السمعين جنسية ولا الرغبة هذاك هو الهدف نتاعك. أما إذا كان يكون الرغبة نتاعك مرضاة الله وطاعة لله فإنك ستصل إن شاء الله. أمور عقلية أكثر حاجة؟ عقلية أمور عقلية أمور الاقتداء بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهاجنا في الدنيا هذه هو الاقتداء بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الأيام أيام المولد النبوي الشريف وغدوة إن شاء الله مولد مبروك علينا وعلى جميع السامعين. الأخير نعم. البعض من التوانسة يختاروا ربما زواج العرفي فما نسبة منه؟ زواج العرفي زواج فاسد. الزواج العرفي الذي لا يكون واضح وبين اللي تعمله في الإخفاء وما تنجمش تعلنه هذاك اهرب منه. بمعنى الزواج العرفي غير مقبول حرام. لكن عندنا توانسه يراجعوا ارواحهم يراجعوا ارواحهم ويعملوا استخاره عند سيدي رسول الله ويحاولوا يعرفوا الدين الحق. في تونس لا في تونس ماذا بيا قانون تعدد الزوجات ما يكونش لان تعدد الزوجات في تونس ثم شكون يستغلوا بطريقه خايبه برشا. إيه معناها يستغل النقطة هذه تاع تعدد الزوجات و... ويمرمد مرته ويولي يلعب مع واحدة أخرى و... ما فماش كيف كنت يحبوا يعدلوا؟ صعيب، العدل صعيب لأن كما يقول لك في القرآن ولن تعدلوا ولو حرصتم. ديما نتبع القرآن احنا.
معناها ولا انت عدل العدل صعيب برشا برشا 1% ألف كما قلت لي انت تنقد في روحك انت ننقد في روحي لان نجم تعدل بين 1% ألف ينجم يعدل اما بالنسبه لا ماجوريتي دي بيرسون ما ينجموش يعدلوا.